نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كرم الله الإنسان على غيره من المخلوقات، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل الله الإنسان على غيره من المخلوقات، ومن جملة ما فضله به عليهم العقل. هذا العقل الذي يمتاز به الإنسان عن الحيوان، فيميز به بين الخير والشر، ويميز به بين النافع والضار. ولولا العقل لكان الإنسان والحيوان سواء، بل لكان الحيوان أحسن حالا من الإنسان، لأن الحيوان ينتفع به. أما الإنسان إذا كان فاقدا لعقله فسيصبح عالة على غيره. فهذا العقل الذي كرمنا الله به جعله سبحانه وتعالى محل التشريف، وبه تناط التكاليف. هذا العقل هو المرشد إلى معرفة الخلاق، والداعي إلى مكارم الأخلاق. فبالعقل يتحلى الإنسان بالفضائل ويتخلى عن الرذائل. هذا العقل هو الذي يحمله على بذل الندى وكف الأذى. ولذلك فإن المسلم يعتني بعقله، يعتني بسلامة عقله، لأن الله سبحانه وتعالى سماه في كتابه عقلا، لأنه يعقل صاحبه ويمنعه عن القبائح. وسماه لبا، لأن الإنسان بلا عقل قشرة. وسماه نهى، لأنه ينهى صاحبه عما لا يستحسن. وقد ذم الله تعالى في كتابه الذين لا يعقلون، بل جعل منزلتهم أحط من منزلة البهائم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن كل ما يخل بالعقل، كل ما يخل بالعقل، كل ما يضر العقل حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الشرائع كلها على الضروريات الخمس، التي في من أهمها المحافظة على العقل، لأن الهدف من حفظ هذه الضروريات حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. هذه الضروريات الغرض والهدف من حفظها هو حفظ نظام الكون، لأن فاقد العقل يؤذي نفسه، يسيء إلى نفسه، يسيء إلى مجتمعه، يسيء إلى أسرته. ومن هنا جاء تحريم الخمر في كتاب الله. حرم الخمر على مراحل، آخرها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهذا الخمر سماه الله في كتابه رجسا، هو رجس لأنه ينجس القلوب، لأنه ينجس الأخلاق، وهو أيضا من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة وبين أفراد الأمة حتى يتفككوا ويتباغضوا بل ربما تقاتلوا. ثم إضافة إلى ذلك يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. حرم ربنا سبحانه وتعالى الخمر لهذه الأضرار ولأضرار أخرى اكتشفها الناس بعد ذلك، بعد عهد النبوة اكتشفوا أضرار الخمر الصحية المتعلقة بالبدن والمتعلقة بالمجتمع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتبر شرب الخمر من الموبقات السبع من كبائر الذنوب، ورتب على ذلك حدا رادعا وعقوبة زاجرة، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لعن الخمر في ذاتها ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل ثمنها. هؤلاء كلهم لعنوا في الخمر، لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك تلك العقوبة وهي الجلد، أن يجلد أمام المؤمنين 40 جلدة، من شرب الخمر يجلد 40 جلدة. وفي عهد عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس لم يتوقفوا عن شرب الخمر ضاعف العقوبة إلى 80 جلدة، قال لأن شارب الخمر إذا شرب الخمر لم يدري ما يتكلم فيقذف ويتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات، فأقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من شرب الخمر للمرة الرابعة فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يذيقه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار. وجاء في سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. الذي يعق والديه، والذي يدمن على شرب الخمر، والذي يمن على الناس بالعطية، يعطي الناس ثم بعد ذلك يتكلم أعطيت لفلان كذا ولفلان كذا، فيؤذيهم بالمن. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. المنان تقدم تفسيره، العاق أيضا، مدمن الخمر أيضا، الذي لا يتوقف عن شربها، هذا لا يدخل الجنة. فبين صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الداء، هذا المرض الذي ينجس قلوب المؤمنين وينجس أخلاقهم وينجس عقائدهم ويؤدي إلى تنجيس المجتمع بأسره إذا انتشر هذا البلاء في أفراد الأمة. وجاء في سنن النسائي أو عفوا في سنن البيهقي بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. الخمر هي أم الخبائث، الخبائث كلها إنما هي نتيجة لشرب الخمر. فالذي يشرب الخمر يفعل كل شيء، يقول رضي الله عنه اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس. رجل يتعبد في صومعته ويعتزل الناس، لا يخالطهم، متفرغ لعبادة الله تعالى،
وإن امرأة غوية أهوته فأرسلت في طلبه، فجاءت جاريتها إلى هذا الرجل وقالت إنا ندعوك إلى شهادة، فذهب معها، فكانت كلما دخل بابا أغلقت الباب من ورائه هذه الجارية، حتى أفضى إلى امرأة وضية ومعها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك لتشهد شهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر أو تقتل الغلام. فرأى هذا الرجل برأيه وبعقله، رأى بأن أخف هذه الذنوب هو شرب الخمر، فشرب الخمر، وكلما شرب كأسا طلب المزيد، فانتبه به الأمر إلى أن وقع على المرأة وقتل الغلام. قال عثمان رضي الله عنه، يعني انظر إلى لماذا قال هي أم الخبائث، بسببها وقع في تلك الكبائر. قال عثمان رضي الله عنه بعد ذكره لهذه الحادثة، قال فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا وأوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. لا يمكن أن يجتمع في إنسان إيمان وإدمان أو شرب للخمر، فإذا اجتمع يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه، إما أن يخرج الإيمان الإدمان، وإما أن يخرج الإدمان الإيمان. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا البلاء، أن يحذر من هذه الموبقة التي انتشرت في مجتمعنا مع الأسف. كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخمر مباحة، إباحة عقلية لا إباحة شرعية، لم تكن مباحة شرعا، وإنما كانت مباحة استصحابا للأصل لما كان عليه الناس في الجاهلية. كان الناس يشربون الخمر لكنها حرمت، لما حرمت الخمر لم يبقى أحد من المسلمين يشربها، بل كان الناس العقلاء في ذلك الزمان قبل تحريمها كانوا لا يشربونها. أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر، لأنه كما سئل لماذا لا تشرب الخمر قال رأيتها ما تفعل بالرجل اللبيب، الرجل العاقل اللبيب المحترم إذا شرب الخمر صار لعبة في أيدي الأطفال. فلما رأى هذا المنظر البشع أخذته الأنفة، كيف يشرب الخمر فيصير مثل هذا الرجل، فامتنع عن شربها ولم يشربها حياته كلها. ثم بعد ذلك بعد نزول هذه الآية حرمت الخمر فتركها الناس جميعا، لما قال الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، قالوا كلمة واحدة الصحابة كلهم انتهينا انتهينا. هذه هي الاستجابة، هذه الاستجابة التي يريدها الله تعالى من كل مؤمن، إذا قال له فهل أنت منتهن أن يقول انتهيت انتهيت. وهذا ما يجب على كل فرد منا، إذا كان مبتلا هو أو أحد أقاربه أو أحد جيرانه فليتذكر استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل أو لنهي الله عز وجل كيف انتهوا. أما ما يحدث اليوم بيننا مع الأسف، نحن جميعا نعلم بأن الخمر هي أم الخبائث، ولكن بعض المسلمين وبعض أبناء المسلمين يشربونها، وزجاجات الخمر تنتشر في كل مكان. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يوجد فينا من يشربها وهو يعلم أنها من كبائر الذنوب ومن الموبقات، ومع ذلك يتحدى رب العالمين بشربها. فينبغي على المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يناصح إخوانه المسلمين في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر جنس يدخل تحته
كل مسكر. جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فالخمر ليس نوعا واحدا، وإنما هو جنس تحته أنواع، فكل مسكر فهو خمر. وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فكل ما خمر العقل، كل ما غطى العقل فهو مسكر، بأي مادة صنع وبأي اسم سمي. لا تهمنا المادة التي صنع منها ولا الاسم الذي يسمى به. إذا كان يخامر العقل ويغطي العقل ويحجبه عن الإدراك فهو خمر. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، لكن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. الخمر هي الخمر، كل ما أسكر فهو خمر. وإن من أخبث الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة ضدنا هو سلاح الخمر والمخدرات، لا سيما هذه الأخيرة. هذا سلاح، هذه حرب ضدنا وضد أبنائنا منذ سنوات، وهم يخططون لهذه الحرب وقد شرعوا فيها ونجحوا فيها مع الأسف، ونحن في غفلة. هذه المخدرات هي من أخبث الأسلحة التي تستعمل ضدنا. فأعداء الأمة من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة، هؤلاء كلهم اجتمعوا على حربنا، فحقدهم على هذه الأمة يظهر بين الحين والآخر. كل ما تمر علينا شهر أو سنة نكتشف هذا الحقد يزداد، يزداد شيئا فشيئا. هم يقومون بزراعتها، يقومون بصناعتها، يقومون بتعليبها، ثم يهربونها إلى البلاد الإسلامية ويروجونها بين شباب المسلمين بطرق خفية ومتنوعة. يروجون هذا الموت، هذا الدمار، لأن هذه المخدرات تدمر، تدمر العقل، تدمر الأخلاق، تدمر الدين، تدمر الأمة، تفرق بينها، بين المرء وزوجه. والعلماء متفقون على أن هذه المخدرات أخبث من الخمر، وقد ذكر لها بعض العلماء أكثر من 120 مفسدة دينية ودنيوية لهذه المخدرات. ومع ذلك نجد من أبناء المسلمين من يروجها، وهؤلاء الذين يروجونها هم يسعون في الأرض فسادا. ولا يجوز لأحد، وهذه فتوى أهل العلم، لا يجوز لأحد أن يتستر على من يروجها ويتاجر فيها، لا يجوز التستر عليه ولا إيواؤه ولا الشفاعة له، حتى ولو كان أقرب الناس إليك، حتى لو كان من أبنائك، لأنه يسعى في الأرض فسادا. وقد سعى الناس العقلاء، تجندوا جميعا لحرب هذه الظاهرة المخدرات، تجند لها جميع العقلاء لمحاربتها ومنع من انتشارها بين أبنائنا، واتخذوا كل الوسائل، ومع ذلك لا تزال منتشرة ولا تزال تنتشر أكثر وأكثر. أصبحت هذه الآفة، قديما كانت منتشرة في أماكن مشبوهة، تباع في الأماكن المشبوهة، يتم تعاطيها في الأماكن المشبوهة. الآن لا، تغير الأمر، الآن تباع في جامعاتنا، في مكان العلم تباع المخدرات في الجامعات. إذن هذا الذي يتخرج من الجامعة دكتور مخدر، يتخرج من الجامعة وهو مخدر. هذا ما يراد بأمتنا، أن تكون أمة مخدرة تعيش من أجل اقتناء المخدر فقط، يعمل من أجل اقتناء المخدر فقط، هذا هو هدفه في الحياة. ثم انتشرت، وصلت إلى مستويات أدنى، نزلت إلى الثانويات ثم إلى المتوسطات،
والآن نسمع بأنها حتى في الابتدائيات ما بقاش ما دخلش المسجد فقط، لم تباع في المسجد فقط، في كل مكان. والسبب في ذلك هو التقصير، قصرنا جميعا، كل واحد قصر من جهته. هذا التقصير هو الذي أدى إلى انتشارها بيننا، هذا الانتشار الواسع. ووالله إنها لتدمرنا هذه الآفة إذا بقيت على هذا الحال، والله ستدمر الأمة. كثير من البيوت تدمرت بسبب المخدرات، هذا الطلاق والخلع والمواجهات التي تقع بين العائلات كلها بسبب المخدرات، وما يقع في شوارعنا أيضا. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة أولاده، وأن يبدأ بنفسه أولا، أن يحرص على سلامة نفسه. ولذلك فالعلاج الشافي من هذا الداء هو أن نرجع إلى العلاج النبوي. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمور في زمانه؟ كان الخمر منتشرا في عهده، الناس كلهم يشربون الخمر إلا القليل. بدأ التحريم على مراحل، ثم انتهى بقوله فهل أنتم منتهون، فانتهى الناس عن شرب الخمر، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوازع الإيماني، أن تخاطب الناس بمقتضى إيمانهم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. بدأ بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يعني إن كنت مؤمنا، أنت أيها المؤمن الذي تدعي أنك تؤمن بالله، إن كنت فعلا تؤمن بالله فاجتنب الخمر واجتنب المخدر، وإلا فلست مؤمنا. تكذب، تقول أنا مؤمن وتصلي ثم تتناول هذا المخدر، أنت تكذب على الله. إن كنت مؤمنا فعلا فإيمانك يمنعك من هذا الداء، فلابد من الوازع الإيماني، هذا هو الذي يقضي على هذه الظاهرة، على هذا البلاء. والأمر الثاني هو الرادع السلطاني، العقوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بمقتضى إيمانهم، فالذي لا يستجيب يعاقبه ويجلد 40 جلدة. ثم ضعفت العقوبة في عهد في خلافة عمر رضي الله عنه إلى 80، كل ذلك من أجل قطع دابر هذا البلاء. وأما إذا كنا لا نخاطب أقاربنا وجيراننا ولا نأمرهم بالمعروف، لا ننهاهم عن المنكر، لا نناصحهم، فإن السفينة ستغرق. لابد أن نتناصح فيما بيننا، إذا كان جارك يتعاطى المخدرات أو يشرب الخمر تكلم مع جارك، لا حاجز بينك وبينه، تكلم مع أخيك، تلاعب به الشيطان، أغواه الشيطان فشرب الخمر، تكلم مع أخيك المسلم، تكلم معه بالتي هي أحسن، تناصحه بين الحين والآخر، لعل هذه النصيحة تؤتي أكلها. أما هذا الذي يتاجر بهذه المخدرات، بهذا الموت، بهذا الدمار، فهذا لا يجوز لأحد أن يتستر عليه، لأن هذا مجرم. هذا الذي يتعاطاها قد ابتلي بها، نحدثه، ننصحه، نوجهه، نأمره بالمعروف، ننهى عن المنكر. أما الآخر فلا يجوز لأحد أن يتستر عليه ولا أن يؤويه إلى بيته، لأنه يسعى في الأرض فسادا. ثم اعلموا أن انتشار هذا الأمر بيننا، هذا البلاء، من أعظم أسبابه الرفقة السيئة. الذين يتعاطون المخدرات والمسكرات أين تعلموها؟ مع الرفيق، رفيق السوء، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. فهذا صاحب السوء يزين لصاحبه شرب المخدر أو الخمر أو تعاطي المخدر، يزين له هذا الأمر، فيبدأ به أولا من باب الفضول ومن باب حب الاكتشاف، ثم يقع في الإدمان. وهذا ما نخشى منه،
أن تبدأ أولا عن طريق الاكتشاف فقط أو الفضول، ثم تقع في الإدمان، وحينئذ يوم القيامة تحرم من دخول الجنة. وهل يرضى مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون هذا حاله يوم القيامة، أن يسقى من صديد أهل النار؟ فالواجب علينا عباد الله، إن كان حتى لو انتشر هذا، لا ينبغي أن نستسلم للأمر الواقع. ما نقولوش لا انتهى الأمر، انتشر ولا يمكن إيقافه. لا، يمكن إيقافه. لا نستسلم للأمر الواقع، بل لابد أن نواجه، لابد أن نحمي الجيل القادم. هذه الأجيال الآتية لابد من حمايتها. إن كان بعض أفراد هذا الجيل قد وقع في هذا البلاء وابتلي بهذا الإدمان، لابد من حماية الأجيال القادمة منه، أن نحمي أبناءنا وأحفادنا، أن نحميهم من هذا البلاء، لأن هذا سلاح مستعمل ضد أمتنا. يريدون أن يخربوا المجتمع المسلم والأمة الإسلامية، ونحن في غفلة، نحن مشغولون بالأمور التافهة، وقد أشغلونا بهذا الأمر، بهذه المخدرات، أشغلونا عن الأمور المهمة. فأموال كثيرة تصرف لمحاربة هذا الداء وهذا البلاء، جهود عظيمة تصرف وطاقات تهدر من أجل علاج هذا الداء، كان الأولى أن تصرف في أمور أخرى. ولذلك ينبغي علينا أن نراقب أبناءنا، أو أن نتفقدهم على الأقل، أن نتفقد أولادنا في الشارع وفي المدرسة، لأن هذه الأمور وصلت حتى إلى المدارس مع الأسف. نراقب في شوارعنا، نتفقد أبناءنا في البيت، في الشارع، في المدرسة، نتفقد أصحابهم، لأن الصاحب ساحب. نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نتناصح فيما بيننا. بهذه الطريقة إذا تكاتفت جهودنا، فإننا بإذن الله وتوفيقه سنخرج من هذه المرحلة، سيزول هذا البلاء عن هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يهدينا وإياهم صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.